أسعد الله صباحكم مشاهدينا في صباح جديد في ثاني أيام عيد الفطر السعيد اللي إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم في كل عام وكل حول وانتم بصحة وسلامة. طبعاً في هذا الوطن الغالي يزخر بالعطاء وتستمر الفرحة في محية كل من يعيش على أراضي. في هذا العيد كان العيد عيدين وقرت عيوننا بشوفة أبو سلطان الله يجعله دائماً ذخر في طبعاً هذه البلاد وأيضاً يجعله فوق رؤوسنا دائماً. عيدكم مبارك في اليوم الثاني وأكيد راح نستمر في عرض أفراح العيد في المنطقة الشرقية وراح نتجول في التفاصيل المميزة اللي يتميزون فيها أهل المنطقة خلال هذه الأيام. طبعاً خلال الشهر الفضيل اختارت لكم قناة الشرقية من كلباء قائمة من الأعمال المميزة. خلونا نشوف الأعمال اللي تميزت فيها قناة الشرقية وأيضاً المنطقة الشرقية من كلباء خلال هذا الشهر الفضيل وبعدها نستقبل نجومنا لهذا اليوم. ابقوا معنا. وياكم دوم في شهر الصوم، شعار اختارته قناة الشرقية من كلباء لتطل على جمهورها بحزمة برامجية متنوعة تنقل المشاهد إلى أصالة الحاضر وعبق الماضي الجميل. كل هذه الكلمات تتجسد من خلال الطرح الذي يلامس الأسرة الإماراتية ويعزز من مفهومها العام للحياة. فالماضي الجميل وتراث المنطقة ومجالسها التراثية الجميلة تظهر واضحة في هذا العام من خلال برنامج الليوان الذي نقل المشاهد إلى ماضي الآباء والأجداد وأدخله إلى عام الخير من بوابة تراحم الشعوب وذهب به إلى فضاء العلم من خلال برنامج أفلا يتفكرون الذي جسد مفهوم عظمة الخالق. لا ننسى بأن للإيجابية مفهوم مختلف من خلال أفكار تجسد معنى أن الفكرة هي جوهر الإنجاز عبر برنامج على فكرة، بالإضافة إلى رحلة الآباء والأجداد من خلال درب النواخذة حكينا من خلاله قصة تجارة الآباء الأوليين ما بين ساحل الإمارات والهند. لحظات كثيرة وقفنا من خلالها مع أنفسنا واستوقفنا راشد النقبي بالكثير من العبر والحكم خلال حلقات لحظة في رمضان. ما أجمل أن تكون القيمة المعنوية للفرد بفكرة المتفرد، هذا ما كان يخبرنا به فهد هيكل طيلة الشهر الفضيل عبر برنامج قيم. طيلة الشهر الفضيل كان متحف بيت الشيخ سعيد شاهداً على صوت مدفع الإفطار وعلى الأجواء الروحانية الجميلة التي يعبق بها المكان. الجرعة الاجتماعية ما أجمل أن تكون على شكل كبسولة تؤدي الغرض منها وتشبع صيام الشهر بوجبة اجتماعية إيمانية دسمة. تاريخ قديم تجسد من خلال سرد واضح لحقبة قديمة وضعناها على رزنامة الخارطة البرامجية الرمضانية لكي تتميز شاشة الشرقية من كلباء ببرنامج الرزنامة. الشاشة الفضية بالشهر الفضيل تميزت بسيدة الشاشة الخليجية النجمة حياة الفهد مع مسلسل رمانة. خاتون تجربة شامية مستمرة النجاح، فبعد نجاح جزئه الأول طيلة الشهر الفضيل ازدانت الشاشة بأجمل حكايات الحارة الشامية القديمة. الطارش حاولنا من خلاله إيصال المفردة الإماراتية الجميلة وإيصال المحتوى الإعلامي التفاعلي من خلال الإطلالة اليومية من مركز إكسبو خورفكان. وياكم دوم في شهر الصوم ومن مندوس الأسرار الذي شاهدتموه طيلة الشهر الفضيل على أمل اللقاء معكم في العام القادم. حياكم الله مشاهدينا. طبعاً شاهدنا مجموعة من الأعمال المميزة اللي انعرضت خلال الشهر الفضيل على شاشة قناة الشرقية من كلباء وأيضاً كان هناك جهد في العمل وأيضاً دؤوب مستمر لأشهر طويلة من أجل هذه القائمة المنوعة. والحين يسعدنا أن نرحب بضيوفنا وأول ضيفة عندنا هي الشاعرة والكاتبة والإعلامية شهد العبدولي. حياك الله مبارك عيدك. الله يحييك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة العيد. يا مرحبا بك. وأيضا نرحب بضيفنا الثاني مشاهدينا هو الفنان عبد الحميد البلوشي. حياك الله. الله يحييك. طبعا كل عام كلكم بخير إن شاء الله وجمهور الشرقية كله بخير إن شاء الله يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ابتدي معك أستاذة شهد، دائما العيد له أجواء مختلفة. نعم. وبالذات البنات قبل العيد في مسيرة طويلة من التجهيزات لهذه الأيام، وآخر شيء
يرقدون في العيد. كيف نرقد اليوم يعيكم من صباح الله خير. خبريني كيف رتبتي جدولك، كيف تجهزتي للعيد مع كثرة كانت ازدحام الشغل عندك، مع ذلك حرصتي انك انت تتجهزين للعيد وانك تعيدين مع كل اللي يحبونك. والله يا اخوي انا عندي عيد الفطر يعني خلينا نقول فرض عين، اول شيء لازم اكون متواجده في الامارات، ما احب اكون يعني مسافره او شيء. ثاني شيء يعني تقاليد اللي هو اول يوم عيد من الصبح طبعا على الاهل والاقارب اهل الزوج واهلي يعني الخوال والعمام كل الناس اللي هم من الدرجه الاولى يعني. جميل. ثاني يوم عيد عاد تبدا مراسيم اللي هم الاصدقاء والاخوان والدنيا والسوشيال ميديا والحاله كلها، بس هو اول يوم وايد يكون يعني فوكس على الاهل اللي خلنا نقول كنا مقصرين في حقهم، نعطيهم حقهم أكثر في أول يوم من أيام العيد. طيب أستاذ عبد الحميد، نحن نتجهز بيومين ولله الحمد، خلصنا تجهيزاتنا نية الصبح، أمس شايفين أخواننا وحبايبنا ونية الصبح نلبس الرثرة وعقال نتخاشم وياهم نصلي العيد ورد البيت رقود، وأهم شيء اللي سووهم بساعات طويلة نحن بيب دقيقتين ناكل ورد نرقد. خبرنا أنت كيف سويت. أنا ماشي حتى يوم قبل العيد كسرت، قلت بسير على الأقل يعني بتحلق حلاق، هذا صوب ثاني. صرت أخوي شوف الطابور، أنا قلت ما نبغي نحلق، نشوف ثاني يوم إن شاء الله نحلق. يوم العيد كان أصير أحلق، شو سوي بعد؟ لا والله هذه الأمور طيبة عندنا إحنا يعني. هي والله العيد على فكرة نحن شباب بنعاني من هذا الموضوع، نطلع الساعة 4:30 الفجر ولا 5 الفجر. إي صح. ونطلع على طول على صلاة العيد. بالضبط. طيب المشكلة شوف، المشكلة إنه جيت انت في رمضان تغير الوقت عندك، وقت الرقاد ومتى تنش ومتى ترقد كذا كله كامل، يعني الساعة اللي بالوجه في جسمك هاي خلت على على شهر رمضان. الحين انا جاي من اليوم امبارح في الليل ما قادر ارقد اصلا، ما رقدت، قلت خليني اكمل. الله المستعان. طيب استاذة شهد، ما شاء الله شفناك باعمال تألقتي فيها، قدمتي بما تستطيعين، كان هناك إبداع واضح وعمل فعلا كان هناك جهد واضح فيه، فخبرينا كيف رتبتي أمورك، كيف قدرتي تنسقي كل هذه الأمور بأنك أنت تتجهين باتجاه واحد بطريق واضح، عارفة أنت هدفك وين، والحمد لله أنت قدرتي توصلين له. الحمد لله. في البداية طبعا اللي ساعدني وايد وشد من أزري للوصول خلني نقول لبداية تحقيق الأهداف هي قناة الشرقية، متمثلة في الأستاذة هبة، صراحة ما قصرت أبداً ونهائياً، فتحت لي الأبواب وفتحت لي الدرب، علشان شيء أنا أحب أني أول شيء أعايد عليها وأوجه لها الشكر عبر قناة الشرقية. ثاني شيء عملي في قطاع البترول أو الهندسة البترولية يعني بعيد جداً عن اللي هو المجال الإعلامي، ولكن كان عندي هدف أني أمسك العصاية من النص. جميل. يعني أؤدي دوري يعني خلنا نقول واجبي تجاه وطني في مجالي العملي، ولكن أيضاً لا أجحف حق نفسي في المجال اللي أنا أحبه اللي هو المجال الإعلامي. جميل. لذلك رتبت مع القناة مشكورين وصورنا والحمد لله رب العالمين. يعني خلنا نقول أول بذرة في عالم الإعلام هو برنامج على فكرة، وللأمانة كان طالع من الخاطر، يعني كل كلمة قيلت في البرنامج كانت من الخاطر. أكيد كان واضح. ويعني أحلى شيء أن كادر التصوير موجودين الحين قاعدين يشوفون، عاشوا معي خلنا نقول وايد تفاصيل حلوة، بعض يعني حلقات البرنامج ترى أخذتها من ردود فعلهم هم. جميل. يعني عشان جروب أصلاً البرنامج هم موجودين معنا اليوم، فاعطونا وايد اسرار من المواقف اللي صارت خلف الكواليس راح نتكلم عنها، ولكن راح نطلع ناخذ مقتطفات من برنامج على فكره وبعدها راجعين. وقفت ابحث عن اسباب السعاده، لقيت ان الثقه بالله عاده، ومهما طال بعدي عن مرادي ابحصد زرع جهدي بالاراده. تعرف ان انت المستوى اللي واصل له انت جذبته لنفسك، والمشكلة مو مشكلتهم، المشكلة فينا إحنا، لأن إحنا نرفع من سقف توقعاتنا لهم. تعرف منو أكثر إنسان يسرق وقتك منك؟ للأسف أنت. أنا بأكون غني
ويقعد بس يغني على هذا الموال ويقول أبي أكون غني. طيب أنت قدرت قيمة الغنى اللي أنت تبيه؟ روح على طول بوس رأس أمك وبوس رأس أبوك، حاول أنك تقبل أياديهم، حاول أنك تتودد لهم بأي شيء بأي طريقة، اختلس المناسبات. الحزن ممكن أنه يوصلك لمرحلة تخليك جاحد بنعم الله سبحانه وتعالى. في قانون الجذب في شيء اسمه السرنديب، في شيء اسمه قانون الامتنان والارتباط، وايد مفاهيم. يعني لا تحطين لهم ليمت او حدود او انك تبينهم يكونون يعني الخارقين، ما في انسان خارق. انت ترضى توقف بين الله سبحانه وتعالى يقول لك سنه 2017 16 15 20 شنو انجازك، شنو سويت؟ ما في شيء. وترى على فكره الدنيا وايد قصيره، فحرام حرام انها تروح وانت حزين وانت متضايق، والله سبحانه وتعالى كرم وخلاك احسن الخلق وخلقك في احسن تقويم. كانت هذه مقتطفات من برنامج على فكره، صراحه ابداع بلا حدود، كلمات كانت منتقية بكل دقة. ما شاء الله عليك كنتي راسخة في البرنامج. طبعا احنا قلنا ان في كانت هناك مواقف في الكواليس، خبرينا عن هذه المواقف. والله العظيم ان شاء الله ان شاء الله المنتج يكون موجود. استاذ هاني طلع روحي. يعني والله ليل اليوم كل ما ابي اشرب قهوة تركش كوفي اتذكره، لان الشيء الوحيد اللي كنا نقتات عليه طول ما نحن بس نصور. المخرج عدي انا شفته قبل شوي اوجه له سلام، كل تحيه له. احلى موقف صار انه كل ما نبي نصور يا طياره تمر يا طراد يطوف وعيد عاد من اول وجديد. يعني المهم فتوني وغربان، الغربان كانت قصه ثانيه. يعني هو عدي مع الغربان كان بروحه سوى له لانجوج وما سوى له. كل هذا كان صوب دخولك المستشفى وكان هم ينتظرونك صوب ثاني. انت كفر. قلت لك تم تسريب بعد الموقف. صراحه يعني خلني اقول لك قصه عدي مع الطياره. واقفين الحين انا بتكلم كنت عن موضوع ما اتذكر والله، عن الكتابه او القراءه. وكل ساعه اقول يلا يا طياره ويلا يا طياره، اقول له خلاص ما مرت، يقول لا طياره ما مرت. قلت له اقول لك شيء، يلا قول واحد اثنين ثلاث، قال واحد اثنين ثلاث. قلت له وتعرفون واذا طارت الطياره وهو يسوي لي شيء؟ قال لي كيف توك تتكلمين عن القراءه والكتابه؟ قلت له انت الهمتني، انت اعطيتني الهام. فيعني كان الكاست وايد حلو، يعني فريق العمل كنا خلينا نقول على ايد واحده وشيء جدا جميل. اما بخصوص المستشفى ما ادري والله يا اخوي ما ادري شو صار. احنا يعني اللي الناس تشوفه بثلاثين يوم صدقا صدقا احنا كنا مثلا ممكن نصور عشر حلقات في يوم واحد. صحيح. خلنا نقول وراء الكواليس الناس تجهله لانها صحيح. هي تشوف الصورة اللي قدامهم بس. تصدق يا اخوي انه يعني قبل لا يقولون 3-2-1 انت تكون شي، من يقولون اكشن شي تستوي تنتعش مرة واحدة. لان المشاهد يعني حرام اني انا اعطي المشاهد اي رياكشن ثاني غير اللي هو متوقع انه دائما. صحيح. لازم صح. انت يعني above الاكسبكتيشن، انت لازم تكون فوق التوقعات دائما. صحيح. علشان تقدر انك تثبت وترسخ. والله ما شيء هاك اليوم ما ادري كم صورنا، 10 حلقات 12 حلقه شيء شيء يعني من هالقبيل. الله المستعان الصراحه. يعطيك العافيه والحمد لله على سلامتك. كان يوم الحمد لله. طيب استاذ عبد الحميد، تالقت بعمل طبعا ومسلسل طماشه، كنت مبدع أمانة، وأنا كنت من أحد متابعينك ومحبينك من حتى الأعمال السابقة. خبرنا عن هذا العمل في هذا العام كيف كان؟ والله مشكلة للأسف الشديد أنا ما اشتغلت أكثر من كم من حلقة، يعني لأن كنت أيامها قاعد أجهز لمسرحية عشان أشارك في مهرجان الأيام الشارقة، فما جاتني الفرصة أني راح أصور أكثر من الحلقات يعني. بس بعد ما عرضت وخلصت بديت أصور معهم. الحمد لله الحلقات اللي صورتها كل حلقه غير عن الثانيه، يعني حتى الكاركتر غير عن الثاني. يعني فقلت خلني اشوف نفسي، يعني انا تابعت الحلقات اللي انا صورتها بس، يعني جميل. قلت خلني اشوف على الاقل شو انا مسوي، يعني هل ممكن ابدع في هاي اللهجه، ممكن ابدع في هاي اللهجه ولا لا.
بس الحمد لله يعني الامور كانت طيبه. وانا اصلا شوف قبل رمضان اصلا في مسلسل العرض اخر المطاف بعد كان مسلسل انا مشارك فيه صحيح. فالحمد لله يعني جاتني فرصه وان شاء الله الفرصه الثانيه راح تيجي بعد العيد ان شاء الله في اعمال ان شاء الله. طيب يقولون استاذ عبد الحميد انك دخلت مجال الفن والتمثيل مجبر مو برضاك، خبرنا كيف مجبر؟ هو مش طبعا مجبر، انا اجبرت نفسي اني ادخل مجال الفن لان انا يعني كنت انطوائي وخجول لدرجه ما كنت انا متوقعها. يعني انا الحين قاعد هنا اقول ايش قال كنت انا قبل كذي يعني. وصعب اني انا مثلا خلاص يعني عندي مشوار طويل حرام يعني اذبح عمري بالانطوائيه هي والخجل. قلت لازم اوصل لمرحله اني اكسر حاجز الخجل هذا. فاخذت قرار مع نفسي قلت ما في غير المسرح يعني. اول خطوه كانت لي اذاعه المدرسه، واتذكر لحد اليوم اول يوم وجهي احمر واصفر واخضر وانا اقول حافظ الحديد ذاك يوم صرت هناك نسيت كل شيء. عاد هني في عقاب اظن كان مدير مدرسه ذكر انا بعد طلعت مره وغلط بكم كلمه بالضبط. فبعدها قلت خلاص ما راح اشارك في الاذاعه. لا من بعدها انا ما قلت خلاص، هم قالوا لي خلاص. ولو حسن الحظ في الايام المدارس كان مسوين لهم جماعات، جماعه المسرح. فاشتركت في جماعه المسرح، قدمت اعمال مسرحيه مدرسيه. ومنها خلاص خذيت خطوتي النهائيه اني اروح اقدم عضويه في مسرح الفجيره، وقدمت فعلا عضويه في مسرح الفجيره. والحمد لله كسرت حاجز الخجل اني انا اكون قابل ما شاء الله الجمهور. يعني من ساعدك بانك انت تكسر هذا الحاجز؟ للأسف ما حد ساعدني، كنت بروحك يعني. أنا كان أبوي الله يعطيه طولة العمر كان ضد هاي الفكرة أساسا. يعني أتذكر بالغلط يوم الأيام دخلت مع ربعي الشباب كذي أيام السينما القديمة في الجيرة، دخلت السينما لكن منو يقول أرجع البيت؟ أبوي واقف لي ايش قال أنت تروح تدش السينما هذا حرام. تعال فهم الوالد. طبعا ما رحت البيت، قالوا لي ابوك جاهز يا سلام خيزرانا فيديو ويترياك من الإدار. لا اي دار، رحت انام بالمسيد. والله ياني بالمسيد. بعد كانت لك مواقف سال عبد الحميد في المدرسه، يقولون كنت تيود المايك وفي الاذاعه المدرسيه وعندك بعض القصص وخروج عن الناس، خبرنا ايش سالفه المايك هذا؟ في الإذاعة المدرسية مستحيل، أنا إذاعة مدرسية شاركت مرة واحدة يعني. يمكن في المسرح يمكن، لكن في الإذاعة لا، لأن شاركت مرة واحدة وعقبه ما شاركت. ما كانت في مسرح. ممكن أنا أمسك المايك في الصف يعني. تعرفي الشباب كنا مشاغبين كذي في الصف، ممكن نمسك المايك، ممكن نقلد أصوات، ممكن تتذكر شيء من المواقف؟ ما قاعد والله ما أتذكر بس لابد من أنا أتذكر لي الحين في الصف. ان مسوين كوره كذا من يكون المدرس مو موجود شيء، مثلا الفتره اللي بين الحصتين تعال يود ساحبين الطاولات كذي وياسين يلعب كوره لين ما يدش علينا المدرس. يا سلام يا سلام، والله هذه على فكره الذكريات لا تعوض فعلا يعني. نحن كنا نعيش هذه الاجواء ونحس ان كانت قمه خلينا نقول الانفلات في الفصل. ولا والله بس كانت لها جوها الخاص ولا نكهتها، ما ادري يمكن كان عندكم يختلف اظن في المدارس البنات. والله انا ما اتذكر، انا كل اللي اتذكره اني ما كنت احب افوت نشاط سواء داخل المدرسه ولا برا المدرسه، يعني خطفت على كل شيء. يا سلام. من جماعه مسرح للاذاعه للخدمه الاجتماعيه للرحلات لليونسكو. كان في الكشافه ما ادري اذا كشافه جائزة. لا عندهم مو كشافه، مرشدات. مرشدات الزهرات والمرشدات. ما شاء الله. وخطفنا على جائزه حمدان والتميز وجائزه الشيخ لطيفه وقصه وكتابه والقاء. يعني انا صراحه رحلتي المدرسه يعني رحلتي او خلينا نقول حياتي المدرسيه بعد نفس الشيء، ان كانت الوالده بعد دائما معي الله يحفظها، فكان يعني خلينا نقول ثلث وثلث، انا كان نص دراسه والنص الاكبر والاكثر والاحب لقلبي كان الانشطه. يا سلام. فوين ما حصلت فراغ تشوفني في المكتبه عند الاخصائيه الاجتماعيه يعني شيء. فانا يمكن ما عشت هاي الاجواء وايد. هالشي وصلني برا قالوا لي عندك ضيفه متعدده المواهب. قلت ايوه. الله يعين عليه. قلت الله يعيننا. طيب بما ان احنا رجعنا للذكريات خلينا نتذكر اول عيديه اخذناها.
بالنسبه لشهد شو كانت اول عيديه؟ يقولون 5 ولا 10 دراهم كان زين. اي والله ما اتذكر يعني صدق يعني هو انا امس شو ما كنا ما اتذكر. ما تتذكرين كانت من منو اول عيديه؟ اول عيديه في حياتي هو دائما 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 قبل العيد الوالده اللي تعطينا عيادينا. انزين لما كبرنا شوي قالت خلاص اصلا انا بكبري عيديه احكم. يا سلام. وهذا هو الحقيقه يعني. يعني هم دائما دائما كانوا اليد واليده من الطرفين من اهل امي واهل ابوي الله يحفظهم ان شاء الله ويطول بعمرهم. طبعا امين يا رب. طبعا اليد واليد بالذات اليد البيزات تخبيهم باماكن والله العظيم لو تدوخ عليهم ما تحصلهم. طلع لك اياهم الشيله مشمد ولا طلعت لي اياك من تحت المزهريه سبحان الله اماكن عندهم مخابئ سريه. عبد الحميد كان ربية وربيتين ما بقول انت شيبة لا لا ما وصلت ما وصلت لمراحلها هي يعني انا اتذكر ربية على قولتهم ربية ربية طبعا زمان كانت ربية ربيتين احنا على درهم درهمين. اي والله الحين طيب. تعال اعطى يجيب لك اياها لو اعطى درهمين شو تعطيني درهمين زين الحين عبد الحميد دام انت قلت كانت عيديتك ربية وربيتين فانت كشفت انت في اي حقبة بأي حقبة أنت قبل النفط أنا بعد النفط قبل الميلاد ولكن قبل يقولون اختلفت العيدية من قبل للحين الحين ما شاء الله قاموا يحطونها بأظرف ويكتبوا عليها جمال ويعدلون هل ياهل يبطل الظرف ياخذ المكسوم المهم والباقي يفره اي والله بس كذي الحين الياهل ينتظر من اللي أعطاني العيدية العيد الطاف أعطاني مثلا 100 درهم أو 50 درهم أتريها هذاك اللي يجيني هذا ما منه فايده يعطيني 10 ولا اعطيني 5 لا بعد شنو يقول لك يقول لك انا العيد اللي طاف اعطيتني 100 انا هسه انا كبرت اي كبرت انا هسه انا كبرت وما ضيع ما ضيع مستقبلنا نحن صغار وما ضيع العيادي الا بخشهم لك وبوديكم الالعاب ايه ونساهم ونساهم تعال دور عليهم بعدين سووا لك استثمار اي والله اي والله صدق زين شو رايكم نحن في ظل سوالفنا هاي نطلع نشوف حاله الطقس عقبها نرجع نكمل سوالفنا. اذا مشاهدينا نرجع وايضا خلينا نقول نطلع ونشوف حاله الطقس لهذا اليوم عقبها نواصل حديثنا مع ضيوفنا المميزين لهذا اليوم.
طبعا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة نتمنى إجازة عيد سعيدة للجميع. نرجع لكم من جديد ونستكمل معاكم حوارنا أستاذ عبد الحميد. يعني من بعد ما كنا نعاني من فقر المسرحيات في السابق كان عمل أو عملين في السنة وبعد ما كان فيه لها جمهور كبير. الحين ما شاء الله 9 أعمال في هذه السنة، 9 أعمال مسرحية وما شاء الله كلها نجوم، فخبرنا شو السر؟ ما في سر، لأن بدأ واحد منهم اشتغل عمل مسرحي ونجح، فالكل الحين يبغى يشتغل. بالعكس هذا شيء جميل جدا، يعني أنا أشوف وفرة الأعمال هاي تساعد أنها ترجع الجمهور للمسرح مرة ثانية، وخاصة أعمال مثل هذه اللي بعد بادروا الشباب أن يشتغلوا فيها، أعمال الكوميديا إحنا محتاجين لها. يعني خلاص مسرح كلباء صار عندهم كل سنة كل عيد لازم يشتغلون العمل، صحيح. وهذا شيء جيد، قاعد يشغلون شبابهم الموجودين عندهم. للأسف إحنا في الجيرة ما في حتى الآن، يعني مثل ما تقول يعني أعمال ممكن إحنا نشتغلها، ولكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله راح نشتغل يعني عمل إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا لاحظ أستاذ عبد الحميد في هذه الفترة صار هناك توجه من الناس لقضاء إجازات العيد في المسارح، هل هي الحين صارت مثلا كانت هناك في توعية من جانب ثقافة المسرح وأدركوها الجمهور في هذا الوقت الحالي لذلك توجهوا للمسارح وهذا السبب أدى إلى كثرة الأعمال؟ هل يمكن هذه تكون أحد الأسباب؟ شوف، من أحد الأسباب المهمة جدا هو الإعلام طبعا. الإعلام لما يتكلم عن المسرح ويبدأ يعطي أهمية للمسرح فالناس تبدأ تتوجه للمسرح. والحلو والشيء الجميل احنا عندنا في المنطقة الشرقية ما عندنا وسائل الترفيه اللي ممكن يعني يروحون الجماهير يرفعون نفسهم في أماكن ثانية. فعندهم المسرح، أنا أروح مسرح أقعد في مسرح مكيف مرتاح وأشوف عمل أطلع منه وأنا مستانس وأضحك يعني. فعشان كذي تحصل يعني لو تلاحظ يمكن جمهور المنطقة الشرقية أكثر من في الأعمال الباجية يعني. لأن البارحة يعني واحد خبرني يقول لي أبو ظبي كان تقريبا نص، في دبي حلوين كانوا لأن أصلا مروان اشتغل قبلها بسنة وحقق نجاح في العمل. جميل. فكان حلو بعد الجمهور مالهم. في كلبة ما شاء الله كان كلبة، لأن كلبة خلاص هم تعود الجمهور على هذه النوعية من الأعمال يعني. فبالعكس أنا حط ايدي على ايدهم واشد من ازرهم اقول بالعكس يعني تابعوا واشتغلوا، نبغي نرجع الجمهور للمسرح. والله نتمنى ذلك يعني ان شاء الله هذه تكون فتحه خير ان شاء الله على الجميع، وايضا رجعت خشبه المسرح الاماراتيه الى عهدها السابق. طبعاً. ان شاء الله. طيب استاذه شهد، خلينا نتكلم شوي عن صحيفه الرؤيه. الى اي مدى هي تعتبر انطلاقه من ناحيه الادب؟ طبعا اما الشعر هي من ايام المدارس. الشعر من قبل، لكن بداياتي خلنا نقول خطواتي في مجال اللي هي كتابة الأعمدة وكتابة المقالات كانت مع انطلاقة صحيفة الرؤية في سنة 2012. جميل. طبعا أنا أوجه طبعا الشكر لرئيس التحرير أستاذ محمد التونسي أنه وثق في طالبة جامعية كنت تقريبا في آخر سنة جامعة في آخر الكورس قبل الأخير، وأتذكر أني كنت صيفي. فلما شفت انطلاقة صحيفة الرؤية طرشت لهم أني أبي أنضم معاكم وأبي أكتب، وعلى طول قال لي اكتبي ما في أي مشكلة. كنت أتذكر لمدة سنة أو 6 شهور في المنتدى. جميل. إلى أن تم تثبيتي في المنبر في اللي هي الأعمدة الأسبوعية، وإلى اليوم إلى الآن تواصل جدا جميل مع الأستاذ محمد التونسي ومع جميع الأساتذة اللي هناك. أكثر شيء خلاني أتعلق بصحيفة الرؤية لما يشوفون موضوع إيدي أو فكري ماخذ عليه طرشوني مسج رجاء كتابة هذا المقال كذا كذا كذا، يعطوني يحسسوني بأهميتي ككاتبة. ممتاز. وأن أهما فعلا محتاجين فكري أو قلمي في هذا الموضوع بالتحديد. كانوا يسوون لنا صراحة اجتماعات سنوية وكنا نشوف الكتاب ونتعرف عليهم. صراحة بيئة عمل صحيفة الرؤية مع أننا نحن يعني شوية خارج النطاق، إلا أن أنت تحس أنك أنت يعني جزء من مجموعة كبيرة، فرد من العائلة. كان هناك عصف ذهني في الاجتماعات هذه اللي تخلي الأفكار تطلع؟ هذه لا، ما كانت اجتماعات عصف ذهني، هذه كانت اجتماعات سنوية تكريم. جميل. تكريم الكتاب،
ويعني خلنا نقول تسليط الضوء عليهم على كتاب الرؤية. كانت يعني لفتات جدا رائعة، يعني صراحة الواحد يشهد لهم بنجاحهم. طيب نحن يعني راح نتكلم إن شاء الله عن التحدي اللي واجهتيه في بدايتك مع صحيفة الرؤية، ولكن راح نطلع لفاصل قصير مشاهدينا، بعدها مواصلين معكم حلقتنا لهذا اليوم.